الأسرة الثورية والتاريخية، التربية الوطنية بولاية معسكر، ولاية معسكر بناتي وأبناء ثبته ومنزلته لا استطول بنا بادئ ذي بدء خير ما نستهل به احتفالا. الخلق والسيرة والانضباط، للشكر والتحية للأساتذة والمعلمين. تتمثل هذه الهدية في حاسوب محمول وببلنا من طرف سي بن علي بن ناعوم مسير شركة بي بي ام الكتريك، ومبلغ مالي قدره 180 ألف دينار جزائري أي 18 مليون سنتيم، مبنى من طرف اتحادية الأعمال المكملة للمدرسة. هنيئا لك ابنتي. الهدية تتمثل في حاسوب محمول زائد صك مالي يقدر ب 18 مليون سنتيم بمساهمة ولاية معسكر، مشكورة على ذلك. إذن هي مرافقة دائمة مستمرة. وتشاءم أن يكرم اليوم الطالبة العاقل دهيبة بحصولها على المرتبة الثالثة حاسوب محمول ومبلغ مالي يقدر ب 18 مليون سنتيم. إذا تتمثل هذه الجائزة في حاسوب محمول. إذا موجه لنا من طرف مسير شركة بي بي ام الكتريك، مشكور على ذلك. وسكر كذلك مالي يقدر ب 18 مليون سنتيم نظير هذه المجهودات المبذولة في السنة الدراسية. هذه الوقفة الدراسية في تفعيل مهندس العملية البداهوجية والتسييرية من مديرية التربية وبإشراف وبالتنسيق مع فريقه الإداري والبداهوجي وإطارات التربية الذين أزف إليهم حينما التحم فيه أجيال الجزائر، أجيال نوفمبر بأجيال اليوم ليصنعوا صورة إبداعية جمالية من الرجال الذين نحسبهم قامة في التاريخ، من خلالهم نستشعر عبق التاريخ في الجزائر القاطبة، من خلال الحصص التي وضعها زملاؤنا وزميلاتنا الأساتذة الكريم. إذا هي هدايا لاستبشار ولانطلاق موسم دراسي مكلل بالنجاح، حيث هناك مجموعة من الاتفاقيات مبرمة بين وزارة التربية الوطنية وبين قطاعات أخرى تحظى كرة لا يوجد في معناها مستحيل. وقفة الإجلال، وقفة الإكبار من قبل الإطارات ولاية معسكر لهذا الجزائر وتحتز. شكرا سيدي الوالي. صورة تذكارية بمعية الأستاذ الفاضل سيد رئيس مجلس الشعب البلادي، لها لحظات تاريخية أبنائي تسجلون فيه التتويج على مستوى عالي ومن إطارات الولاية قاطبة. برهنا بأننا ثوار، منبر أعلنا وكان الجهاد هو الخيار، عليك يا نوفمبر قصصنا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا التلميذة جديد حنان من بلدية واد الأبطال ولاية معسكر، متحصلة على المرتبة الرابعة في ولاية معسكر بمعدل 18.03. هذا النجاح أولا وقبل كل شيء هو بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمجهودات وجهود والدي الكريمين أدامهما الله لي، وكذلك أساتذة الكرام. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة على نبينا ورسولنا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أنا تلميذة رميل دعاء من مدرسة الإخوة قداري، المتحصلة على المرتبة الثالثة بولاية معسكر من شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 9.96.
بمناسبة نجاحي أتقدم بجزيل الشكر لوالي ولاية معسكر لدعوتنا إلى لحضور هذا الحفل المميز لتكريمنا. أما بعد أتقدم بجزيل الشكر لوالدي اللذان ساهمان في نجاحي مساهمة كبيرة ماديا ونفسيا وعلميا. وأتقدم أيضا بجزيل الشكر لأساتذتي أستاذ اللغة العربية بحري بشنتوف وأستاذة اللغة الفرنسية الأستاذة مريم سحنوني. أتقدم أيضا بجزيل الشكر لمدير مدرستي السيد كربوش أمين الذي ساهم أيضا في نجاحي بمشاركتي في المسابقات. احتفالية خاصة بالتلاميذ المتميزون والمتفوقون في الامتحانات المدرسية الوطنية، أشرف عليها السيد والي الولاية وساهمت فيها الولاية والمجلس الشعبي الولائي وكذا بعض المحسنين واتحادية الأعمال المكملة للمدرسة، فهنيئا لأبنائنا وهنيئا للمؤسسات المتميزة على مستوى الولاية. وأتمنى أن تكون مستقبلا ولايتنا دائما متميزة ومحافظة على رتبتها ضمن الترتيب العام للولايات في الامتحانات المدرسية. وبهذه المناسبة أشكر كل المساهمين والذين ساهموا بجدية وفعالية من أطقم تربوية وإدارية للحصول على هذه النتائج الطيبة.